السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. النهاردة جاي لكم بقى في أخبار زي ما معودكم دايما من الأهلي والزمالك، اللي هتسمعوه عندي مش هتسمعوه في حتة تانية خالص. دلوقتي كل مصر سبحان الله بتطالب النهاردة بالأهلي بصفقات، وبتطالب إن الأهلي عنده مشكلة هجومية، وبتطالب إن الأهلي لازم يجد حلول، وبتطالب إن الأهلي فنيا بقاله فترة ما بيأديش في المستوى المطلوب. اما قلت هنا مرة الكلام ده حصل هجوم شديد جدا عليا، وتمسكت بالرأي وقلت بكرة المية تكتب الغطاس، وبكرة نشوف الأهلي تعاقد مع مهاجمين ولا لأ، الأهلي تعاقد مع لعيبة ولا لأ، ايه الموضوع. النهاردة احنا دايما بنساند وبنضرب جرس انذار وبنقول حاسب خلي بالك، في الغلط بنقول غلط، وفي قلق الجمهور بنطمن الجمهور. الأهلي النهاردة بيلعب أسوأ مباراة ليه في الدوري الممتاز أمام غزل المحلة، مباراة الحقيقة أداء الأهلي فيها كان صعب جدا، وحالة عدم رضا كبيرة جدا من جمهوره على اللاعبين وعلى موسيماني. موسيماني يتحمل النهاردة المباراة، يتحمل، لأن المباراة النهاردة فنيا كانت اجتهاد من اللاعبين. هنتكلم على الإجهاد، وكل يومين وكل ثلاثة سيد عبد الحفيظ نفسه بعد الماتش تصريحه قال عندنا مشاكل فنية ومش هنقعد نقول إجهاد، حلها من عنده. يعني هو حلها من عنده ليه؟ لأنه هقول لكم كلمة بس افهموها كويس قوي، هقول لكم كلمة افهموها كويس قوي. كابتن محمود الخطيب بما يتمتع من خبرة ورؤية، إما قعد مع موسيماني، وأنا انفردت هنا في البرنامج بالكلمة دي، قلت لكم إن كابتن محمود الخطيب قال لموسيماني هنلعب المباريات معاك فريقين، مفيش حاجة اسمها ضغوط مباريات، بالبلدي كده مفيش حاجة اسمها شماعات، مش هنعلق شماعات. تعالوا بقى أقول لكم الجديد. موسيماني قعد مع اللاعبين بعد المباراة النهاردة، وقال لهم مستوى النهاردة أنا دي مباراة إحنا ما جيناش فيها، وإنتوا هتجبروني. موسيماني قال لعيبة نادي الأهلي النهاردة إنتوا هتجبروني على ان انا اعمل روتيشن الفتره الجايه هيعتبر مجزره، اللي مش هيأدي معايا مش هيكون موجود معايا، مش بس مش هيكون موجود معايا في مباريات، لا. موسيماني قال لهم النهارده الفتره المتبقيه من الدوري الممتاز هي الفتره للحكم على اللاعبين اللي هيكونوا موجودين معايا الفتره اللي جايه داخل النادي الاهلي. مفاجأة من العيار الثقيل حولها لكم دلوقتي، موسيماني خلص صفقاته وخلص اللعيبة المعارين اللي بره اللي هيرجعهم. موسيماني عمل أربع صفقات السنة دي مع أمير توفيق، خلص النادي الأهلي، خلص احتياجاته خلاص، وخلال أيام هقول لكم الأماكن وهقول لكم الأسماء. النادي الأهلي خلص احتياجاته الهجومية على مسؤوليته الشخصية. موسيماني النهاردة قال اللعيبة بعد المباراة أنا مدير فني ومدرب عادل، اديت كل واحد فرصة، أنا في الآخر اللي بشيل الفاتورة. ابتديت أخش في المرحلة الخطر أو المرحلة القلق. موسيماني النهاردة حس إن هو رصيده مع جمهور الأهلي ابتدى يتأثر، ودي كانت أزمة بالنسبة له كبيرة، لأن النادي الأهلي من كأس العالم الأندية بيكسب ولكن ما بيقدمش المستوى الفني المطلوب. بعض الناس، ده تاني خبر لينا النهاردة وتاني خطوة، بعض الناس ابتدوا يعرضوا أسامي مديرين فنيين على الكابتن محمود الخطيب، وهذا هو رد الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رد على الناس اللي بتعرض عليه سواء من داخل النادي الأهلي أو من خارجه سيفيهات لبعض المديرين الفنيين، قال لهم النادي الأهلي لم ولن يتعامل بالقطعة، موسيماني مستمر حتى نهاية الموسم ثم نقيم، نشوف النادي الأهلي دخل كم بطولة وأخذ كم بطولة، مباراة فوق مباراة تحت مفيش مشاكل خالص، ولكن في النهاية ممكن يحسم البطولات ووجهة النظر تتغير. وده مليون في المية كلام صح، النادي الأهلي أعطى الضوء الأخضر للكابتن سيد عبد الحفيظ إن يقفل الباب على وكيل أعمال أفشة. ركزوا معايا على وكيل أعمال أفشة، ما تجيبش عروض، واضحة إيه؟ ما تجيبش عروض بالبلدي كده. سيد عبد الحفيظ قال لوكيل أفشة ما تلعبش اللعبة دي معانا، ما تتكلمش على القصة، الموضوع مقفول، مش عايزين نسمع. ده رقم واحد. موسيماني قعد مع محمد الشناوي لأول مرة، منذ توليه النادي الأهلي، وقال له
مستواك مش هو ده محمد الشناوي، دماغك خارج المستطيل الأخضر. ودي كانت كلمة كبيرة من موسيماني لمحمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى كبير وأداء كبير، ولكن بقاله فترة خارج التركيز، خارج التركيز، وإمكانياته كبيرة جدا جدا جدا. ده كل انفراداتنا النهاردة من النادي الأهلي. على النقيض، الكابتن خالد عيد واحد من نجوم الإدارة الفنية في الدوري الممتاز. غزل المحلة عمل مباراة كبيرة ورائعة، هجومية، فتح كل الخطوط النهاردة، بيلعب بشجاعة كبيرة جدا، بيهاجم، بدنين واقف على رجله 90 دقيقة. خالد عيد النهاردة ياخد العلامة الكاملة، وجمهور المحلة النهاردة ليهم حق يفتخروا بفريقهم. غزل المحلة النهاردة ما جابش هدف وتراجع وعمل باركينج وقفل، بيروح راح بكورة واثنين وثلاثة، وكان ممكن ان هو يزود اهدافه. بصراحة النهاردة شابو الكابتن خالد عيد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ اولا حبيبي بشكرك والله على الكلام الجميل دوت، ويا رب كده على طول كده المحلة طول عمرها يعني فريق كبير وتاريخ، وان شاء الله المحله ترجع لمكانها الطبيعي تاني يعني ان شاء الله. تستحق يا كابتن الحقيقه، والف مبروك، ومباراه كبيره، وتستحق على الاداء قبل النتيجه، وتستحق على الشجاعه، وتستحق على الاداء بعد الهدف. الحمد لله كابتن والله العظيم، احنا معانا مجموعه لعيبه عايز اشكرهم على الهوا. كل ما اعمل مداخله مع حد لازم اشكرهم، لانه فعلا رجاله ومقاتلين في الملعب، ورهاني ما خسرتوش يعني الحمد لله. انا اتعلمت عليهم اللي هم هيعملوا حاجه السنه دي و شرفونا، وفعلا بصراحه حاجه تفرح جدا. لعيبه محترمه، لعيبه اخلاقيا على مستوى عالي جدا، روح في الملعب عاليه جدا الحمد لله. كابتن سيف برضو بحب اشكر الجهاز الفني بالكامل، يعني من اول المدرب العام للمدرب الحراس، الناس اللي بتجتهد برضو في الملعب وشغاله وتعبانه، ممكن الناس تكون برضو في الظل يعني، بس الناس دي برضو تعبانه معانا في الفرقه، والحمد لله يعني المجهود بتاعنا كله الحمد لله ما راحش، وعاملين فرقه محترمه الحمد لله. لعبت على المكسب النهارده كابتن؟ لعبت طبعا على المكسب النهارده. لعبنا النهارده احنا، انا قبل الماتش كمان كلمت اللعيبه كلمتين، قلت لهم اللي خايف يقول لي كابتن انا ما اقدرش العب ويقعد. قلت لهم، انا كلمتهم كده قلت لهم بصوا، النادي الاهلي نادي كبير، واحنا كنا واحنا لعيبه كنا بنستنى الماتشات ديت عشان الماتشات كلها تصفيات وكده يعني. اللي عايز يتصيط واللي عايز يعمل اسم لازم النهارده يأدي ويلعب. بمنتهى الصراحه كابتن، النهارده بعد ما جبت الهدف كان هدفك ان لعيبتك تقفل ورا، ولا كنت بتزقهم ان اطلعوا كملوا؟ لو شفت الماتش يا كابتن، انا كنت انا شفت تعبني من الزعيق اللي انا لازم نطلع لقدام. يعني انا كنت انا قعدت ازعق كتير في الملعب اللي لازم نطلع نكمل، لكن اللعيبه طبعا اللعيب المصري عامه في بيبقى في تراجع من نفسه كده في بعض الاحيان. يعني انت يعني انت النهارده كابتن حسيت انك ممكن تعمل مكسب بسكور النهارده مع النادي الاهلي؟ مش سكوره كسب برضه، عشان يعني احنا قلنا نكسب، ممكن احنا حتى في التايم احنا قلنا ايه، قلنا الاهلي هيهاجمنا وهيزود في الحته الهجوميه، لازم نستغل الحاجات ديت عشان نشتغل على المرتدات كويس جدا. راح مننا جوانا يا كابتن سيف النهارده كانت ممكن يعني يا كابتن خالد، انت حضرتك النهارده كنت عايز الهدف يبقى هدفين، ولا كنت عايز تقابل من قدام عشان تخفف ضغط الاهلي عليك؟ انهي واحده فيهم؟ لا طبعا لا، انا كنت عايز اجيب جون كمان يعني. انا قلت له الاهلي لازم نستغل اللي هو برضه في الحته اللي هو هيطلع ويهاجم غصب عنه، لازم هيبقى فيه الخطوط مفتوحه عنده. وبعدين يا كابتن في حاجه النهارده، النهارده هو ساعدنا في حاجه في وسط الملعب كمان، ان هو لعب باربع فراوده صراع. مروان ومحسن و لا ما هم دول واحد يا كابتن، مروان ومحسن دول واحد. لا مروان وصلاح محسن. مروان وصلاح محسن. ايوه وبواليا وطاهر. فبرضه ساعدنا كابتن وسط الملعب خلاص، هو فضل خلاص فضل وسط الملعب خلاص، واي اي كره مرتده كابتن يعني لو في النهارده شيء مستورعات شويه كنا جبنا كابتن النهارده كمان جول. الف الف مبروك يا كابتن، ومباراه وده حال كره القدم طبعا، اداء الحقيقه رائع النهارده لغزل المحله، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق لحضرتك والفريق الفتره اللي جايه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحله. عايز اقول لكم حاجه، في النهايه هي مباراه 90 دقيقه، فاز غزل المحله وكان يستحق. غير موفق النهارده النادي الاهلي، او لعب النهارده مباراه ضعيفه جدا فنيا، وما يستحقش النادي الاهلي النهارده، حتى لو في امور تحكيميه النادي الاهلي النهارده ما كانش افضل، ولكن هي 90 دقيقه، 90 دقيقه لا يخلونا حتى واحنا بنقول النهارده موسيماني يتحمل فنيا، ما نخليناش النهارده نقول موسيماني في ازمه، او موسيماني فنيا، او الاداره الفنيه، او التغيير. ارجو ان احنا خلاص نروح لثقافه اخرى، ثقافه اخرى بتقول ايه؟ حتى الشناوي لو مش مستواه النهارده او المباراه دي او المباراه اللي فاتت، نقول ان هو حارس كبير راجع.
ان موسيماني مدير فني كبير حتى لو بقاله فتره ما بيقدمش كوره كويسه، النادي الاهلي عنده وماشي كويسه بس لعيبته خارج نطاق الخدمه، يعني مش لازم التقييم يبقى ب 90 دقيقه كل البرج نهده، لا نبني على اللي فات. النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لكم مباراه صعبه جدا، اداء مش جيد، الف مبروك للمحله، هارد لك للنادي الاهلي. الدوري اشتعل بشكل كبير جدا، كل اللي بيحصل ده مع الاهلي مع الزمالك في مباراة بيراميدز كله بيروح للتحكيم، وما زلت وأؤكد وأساند وأعترض مع كل الناس بيعترضوا في لقطات للتحكيم ما يجب أن تكون، في لقطات للتحكيم ما يجب أن تكون، ولكن مساندين للتحكيم المصري، شابو لاتحاد الكورة باختيار حكم مصري لمباراة الأهلي والزمالك القادمة، مساند للتحكيم المصري تاني وتالت ورابع، ولازم نتعود إن الحكم هيغلط زيه زي الأجنبي وهنساند برضه علشان دي هتفرق مع التحكيم بشكل كبير. كابتن سمير عثمان مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، ازي حضرتك وبمثل حضرتك والساده المشاهدين كلهم دلوقتي. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن سيف. قبل بس ما نخش على الحالات التحكيميه انا استمتعت باللقاء مع كابتن خالد عيد دلوقتي ومع حضرتك، هو من الناس بصراحه اللي كنت بستمتع بيهم اما كان لعيب. واما مدرب بقى زي ما كان لعيب برضه نفس الاستمتاع بصراحه، حاجه جميله جدا. اقل الامكانيات كل مره بيطلع طابلو حلو بصراحه للكوره. يا رب ربنا يا رب دايما يوفقه. النهارده كوره محمد هاني ضربه جزاء ولا لا؟ الكوره بتاعتنا انا شايف النهارده المباراه يا كابتن سيف سريعا كده عشان وقت البرنامج مباراه حكام الفيديو. ليه؟ الكوره بتاعت محمد هاني الاولانيه كان لازم حكم الفيديو ينادي معروف ويجي يراجعها معاه، لان احنا شايفين في التحامات طبيعيه، الكوره دي في التحام طبيعي، بس اما نبص على رجل المدافع نادي المحله هتلاقيها دايسه على قدم مهاجم النادي الاهلي محمد هاني. تمام؟ وبعد كده في الالتحام اللي جاي بالفخذة من فوق. التحام طبيعي بس لكن في خطا اللي هي ضعف قدم لعيب نادي المحله للعيب نادي الاهلي زي اللقطه اللي في الفيديو احنا شايفينها دلوقتي. عارف الخبطه دي اللي دعت الرجل دي هي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده مكمل فيه. يعني ضربه جزاء؟ ضربة جزاء كان لازم حكم الفيديو ينادي معروف يشوفها، كان لازم ده حق اصيل لحكم المباراة ان حكم الفيديو يستدعي الكرة زي دي، امال احنا عاملين فيديو ليه؟ تعال شوفها، يقول طيب. معروف تعال شوف الكرة دي. طيب دي الكرة الأولانية ضربة جزاء، الثانية تستحق طرد؟ الثانية بقى نتفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض يا كابتن. الفرصة المحققة، عناصر الفرصة المحققة كلهم موجودين، العناصر كلها موجودين، هنا محمد معروف احتسب القرار التنين خطأ، بس هنا برضه ارجع تاني حكم الفيديو كان لازم يناديه عشان يقول له لا تعالى بص عليها العناصر موجوده بتاعت الفرصه المحققه، يبقى لازم كارت احمر مش كارت اصفر، ودي برضه خطا من حكم الفيديو مش معروف. دي تاني حاله. تمام. بعد كده نيجي الحاله الاخرانيه اللي هي مطالبه نادي الاهلي لركله جزاء للاعيبه الشحات، طبعا هنا لا ده في التحام طبيعي. محمد معروف الى حد كبير كانت زاويته ورؤيته كويسه، الاثنين ده التحام طبيعي كتف كتف الاثنين بيجروا وقع، هنا برضه بعاتب على حكم الفيديو ما كانش يستدعيه كرة زي دي، كانت تستدعيه كرة زي دي كان من باب اولى كنت تستدعيه في الكره الاولانيه اللي كانت ركله جزاء ولم يتم احتسابها او تستدعيه في عمليه الطرد. انا النقطه المهمه جدا يا كابتن سيف انا كده خلصت. يعني الاهلي النهارده ليه ضربه جزاء وليه طرد؟ بس الاخرانيه دي مش ركله جزاء، انا النقطه المهمه اللي بقولها يا جماعه المباريات دلوقتي النقاط بقت غاليه، لازم في اهتمام بالطاقم بالكامل بين حكام الفيديو، ما ينفعش حكم فيديو يبقى مع احترامي كل الحكام يبقى خبراته قليله، ما لعبش في الدوري الممتاز ولا مباراه سامع يا كابتن سيف؟ ولعبوا حكم فيديو النهارده، على اي اساس حكم الفيديو اللاعب اللي هو شاب صغير لسه ان شاء الله في هو مين هو مين حكم الفيديو النهارده؟ مين؟ النهارده كان حكم شاب اسمه سيد شعبان. سيد شعبان؟ اكيد ممكن بكره يبقى كويس. بس ما عندوش خبره ان لعب ما لعبش ولا مباراه في الدوري الممتاز، ازاي يستدعي حكم دولي زي مثلا محمد معروف او وات ايفر مين الحكم يقول له تعالى عيد الكوره؟ لا ما ينفعش. في بلاد كتيره جدا مغاليه زي ده حكام الفيديو لا على مستوى يا دوليين يا متقاعدين. تمام. الحكم الفيديو مهم زي حكم المباراه. نورت المحكمه. نورت المحكمه يا كابتن. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير، بشكرك شكرا جزيلا. حكم الفار طبعا كابتن سيد عثمان، انا قلت الاسم سيد شعبان انا اسف، حتى لو في حاجه غلط اتمنى له برضو كل التوفيق، حتى الراجل ممكن يكتسب خبره وممكن اللي جاي يبقى احسن، انا مش من هواه اقطع اي حد غلط، حتى لو في خطا هنا هتفضل فيه اخطاء والكوره هتفضل فيه اخطاء،
وهتفضل النهارده النادي الاهلي عنده النهارده حاجات اتظلم فيها، الزمالك ضرب الجزاء كله امبارح اتفق مش ضرب الجزاء واستفاد منها، هيجي بعد كده الماتش الجاي الاهلي هيستفاد، هيجي بعد كده الماتش الجاي الزمالك ممكن ما يستفادش، ده حال التحكيم العادل طبيعي وعادي جدا، برضه ثالث ورابع وخامس مساندين للتحكيم المصري، ومع قرار اتحاد الكره باسناد مباراه الاهلي والزمالك لحكام مصريين. دي وجهه نظري. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبار الزمالك. رجعنا لكم تاني واخبار الزمالك، محدش يختلف ان نجم الاسبوع في الاسبوع ده هو شيكابالا، ناس امبارح قالت عبد الله السعيد، ناس اتكلمت على عبد الله السعيد عمل مباراه امبارح كبيره امام الزمالك، ولكن شيكابالا امبارح قدم واحده من افضل مبارياته، كان الحقيقه رائع ويستاهل نجم الاسبوع ويستاهل امبارح الاشاده الكبيره جدا من كارتيرون، كارتيرون امبارح بالحرف قال لشيكابالا ابهرتني والحقيقه قدمت اداء رائع، ده كلام كارتيرون واسامه نبيه لشيكابالا، اسامه نبيه امبارح قال لشيكابالا الشوط ده رجعت فيه 10 سنين لورا، ده حديث اسامه نبيه مع شيكابالا بعد المباراه. نشوف كمان زميلنا ايمن مصطفى عمل لقاء مع كارتيرون المدير الفني نادي الزمالك، نشوف ثم فاصل ونرجع بعد الفاصل. اهلا بيك كابتن سيف واهلا بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. بعد التعادل الايجابي ما بين الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق، يسعدنا نلتقي بالمدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون. كوتش اهلا بيك على اون تايم سبورتس. تعادل اخر بعد التعادل امام نادي المقاولين العرب، شايف النتيجه ايجابيه بعد سيناريو الجيم؟ Pour moi le résultat est très positif parce qu'on était mené. هو شايف ان هي نتيجه ايجابيه نظرا لظروف الماتش، احنا كنا الشوط الاول ما كناش كويسين، الشوط الثاني رجعنا ومبسوط جدا من يعني الروح اللي عند اللعيبه والروح القتاليه اللي عند اللعيبه في الشوط الثاني وتركيزهم. احنا الشوط الثاني حققنا ست فرص محققه، كان المفروض نجيب منهم اثنين او ثلاثه، وطبعا هو متضايق جدا من الدقيقتين اللي اتحسبوا في الاخر، الدقيقه ونص اتحسبت في الاخر، شايف ان كان المفروض يتحسب 10 دقائق على حسب كل التوقفات اللي حصلت. بس طبعا نبص في الاخر للجدول، احنا سابقين فرقه بيراميدز ب 10 نقط، فهو يعني راضي عن النتيجه. دي بيرفورمانس ديفيرنت او نيفو دي جوار اي دي مومون دو فاتيغ. هي اللعيبه كلها بتقاتل، هو صعب جدا الواحد يفضل محافظ على مستواه وانت بتلعب كل 3 ايام ماتش وبتلعب 90 دقيقه كل 3 ايام او كل يومين كمان ماتش، مجهود طبعا كبير عليهم، هم بيحاولوا على قد ما يقدروا. وكويس ان احنا عندنا يعني لعيبه زي شيكابالا ورق كانت موجوده النهارده بره تنزل تعمل الفرق كده. باسكو خطه فريق الخصم، احنا كان اللعب كله من الاطراف، فحمزه وفتوح كان في عليهم هجوم كتير قوي من الاطراف، حمزه كان ابتدت رجله تشد في اخر الماتش وفتوح ابتدى يتعب، خصوصا برده بيلعبوا ماتشات كتير، فعشان كده نزل يعني ناس يعني دم جديد، ناس فريش في على الاطراف، عشان كنا عايز يهاجم من الاطراف ويحاول يوصل باوفر او بكره عرضيه زي ما اسلام عمل، دي اللي جابت لنا ضربه الجزاء، فكان مبسوط. بالنسبه لشيكابالا طبعا كانت حاجه مفيده جدا في مركز 10 تحت راسين حربه، عشان بالنسبه لخطه الخصم، خطه الخصم كان في مجهود كبير بيحصل على الاطراف، هم بيهاجموا كتير من الجنب، فمش عايز شيكا ينزل يقعد يدافع، فكان عايز يستغل موهبته في حته هجوميه اكتر. وبالنسبه لعواد، الجون اللي دخل في عواد مش مسؤوليته خالص، هي الكره غيرت خبطت في حد وغيرت اتجاهها، وعواد كمان اخر ثانيه صد كوره، صد فرصه خطيره للبيراميدز، فده يبين قد ايه يعني مستواه كويس، خصوصا بعد ما بقى له سنه يعني بقى له موسم او موسم وشويه كمان ما بيلعبش، فده يبين ان احنا نقدر نعتمد على كل الاجوان اللي عندنا. نرجع للزمالك بقى والاخبار الحصريه من الزمالك. كارتيرون قعد مع عواد وقال له أنا سعيد بمستواك بأدائك، أنت موجود معايا المباريات القادمة، ده رقم واحد. كارتيرون قعد مع زيزو قال له لو عندك عرض ودماغك هتفضل موجودة هات العرض وأنا هقنع إدارة النادي إن أنت تطلع. زيزو بقاله فترة دماغه خارج المستطيل الأخضر، وده الحقيقة بيكلف فرقته كتير ونادينا عليه كتير وقلنا له ركز مع فريقك. فريق نادي الزمالك من الحقيقة الفرقة اللي بتأدي كورة رائعة، وشفنا ده في مباراة بيراميدز الأخيرة، ولكن يبتدي شوط وشوط، يبتدي أول 40 دقيقة غير آخر 40 دقيقة، يبتدي جزء مباراة وجزء تاني فرقة مختلفة تماما، لازم لعيبة الزمالك تجمع نفسها وتعرف إن بالجيل الحالي لابد إن تقدم نتائج مختلفة تماما، وكارتيرون كمان لازم يغير طريقته، لازم يبقى فعل مش رد فعل. أستاذ إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، مساء الخير يا فندم. إزيك يا كابتن سيف؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام، وحشنا يا رب دايما. يعني اخد حضرتك بقى سريعا على
ملف نادي الزمالك وموقف نادي الزمالك من اتحاد الكرة والاعتراض على التحكيم والاعتراض على ضغط المباريات، ايه الازمة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة؟ لا هو قبل اي حاجة بس انا بحب اشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد لنا ان التحكيم المصري بخير وان الكابتن جهاد جريشة بعد كل ماتش بيطلع يعتذر له. بس انا اقول له يا كابتن سيد مع احترامي ليك، هو ما اعتذرلكش امبارح لانه ما غلطش، هو عمل اللي انت عايزه، ما كملش الماتش ب 8 دقايق وعدينا ضربه جزاء واحنا مش عارفين هو كان بيعمل ايه. اما اتحاد الكوره فبصراحه انا مش عارف، بينقي حكام دايما عليهم لغط ضد الزمالك، هل هو اتحاد الكوره بيعاند في الزمالك؟ يعني انا بقول للكابتن احمد مجاهد انت عندك بطوله مهمه جدا اسمها الاولمبياد ومصر مشاركه فيها، ركز في اعداد فريقنا عشان نجيب ميداليه للشعب المصري ويفرح بيها وتشيل الزمالك من دماغك. يا كابتن احمد مجاهد انت من يوم ما جيت وسكت اللجنه بتاعتك كل قراراتك ضد الزمالك وتعنت ضد الزمالك غريب. طب هو الراجل عمل ايه؟ هو الراجل عمل ايه يا فندم؟ يا كابتن سيف لما يبقى في عقوبه 12 ماتش على امام عاشور ده في عرف مين؟ ونقدم تظلم يقولوا لا التظلم ما جاش، لا التظلم راح وراح بالفاكس واتبعت. ولما يكون عندنا امبارح الحكم مشي 8 دقايق وما لعبش منهم اقل من دقيقه، ده مش تعنت ولا ايه؟ من لجنه الحكام الكابتن وجيه احمد مع احترامي ليه. مواقف كتيره جدا اتحاد الكوره لما يخترق. طب هل يا فندم طلبات حضراتكم من المباراه الاهلي والزمالك القمه بحكام اجانب؟ اكيد 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 مجلس اداره الزمالك ليه موقف شديد جدا من اللي بيحصل، من التهريج اللي بيحصل ضد الزمالك. هو فاكر النادي الزمالك يتيم ولا ايه؟ وانا بقول الكلمه دي، لا نادي الزمالك وراه جمهوره. نادي الزمالك نادي كبير يا فندم، نادي الزمالك نادي كبير. انا بقول له يا كابتن احمد قبل ما بص راجع كده، منتخب الاولمبي فيه كام لعيب من الزمالك؟ منتخب المصري الفريق الاول اللي كان في كاس العالم فيه كام لعيب من الزمالك؟ منتخب كره اليد اللي فرح مصر من شهرين في كام لعيب من الزمالك؟ طيب هل يا فندم عندكم كمان تعليق على موضوع ضغط المباراه او التاجيل؟ يعني هل فتحتوا حضرتك اتصال مع الكابتن احمد مجاهد وقعدتوا اتكلمتوا في القصه؟ يا كابتن احنا ناجل ماتشاتنا ليه؟ الفير بلاي بيقول ان الناس كلها يبقى عندها فرص متساويه. انا بلعب ماتشات، انا كمان كل 48 ساعه بلعب ماتش. حضرتك انا افهم ان انت ممكن تاجل ماتشات عشان في وقفات للمنتخب القومي. انت لما ما فيش وقفات المنتخب القومي اوقف الدوري ليه؟ طب هل يا فندم في جلسه ممكن حضرتك تطلبوها تجمعكم بمهندس احمد مجاهد تناقشوا فيها الكلام ده وتخلصوه؟ حضرتك انا اللي بيحكمني اللوائح. احنا عادات العرب دي احنا ما بنعرفهاش. احنا بنطلب اللوائح تطبق على الجميع، وبنطلب ان الحكام ما ترفعش سماعه التليفون على مدير الكوره للفريق المنافس مع احترامي ليه تعتذر له. تعتذر له بناء على ايه؟ ده معناها ان انت مفيش رياضه في مصر. معناها ان انت بتقول له معلش انا اسف، وانا عارف الكابتن جهاد جريشه طلع نفاها، بس معلش انا اعرف منين بقى؟ هو الكابتن سيد عبد الحفيظ هيفتري عليه؟ يعني ده راجل صادق، انا هصدق سيد عبد الحفيظ ان الكابتن جهاد جريشه بيعتذر له. تمام. وانا بقى ضد الموقف ده. تمام. وانا بقى لو بطلب بقى تحقيق من الكابتن احمد مجاهد مع لجنه الحكام ومع الحكام. حضرتك ما تقلقش، اي تصريحات من الحكام اكيد هيبقى في موقف من اتحاد الكوره. بشكرك. لا انا اقلق يا كابتن سيف، انا اقلق. طيب لا انا اقلق ان شاء الله. احنا مجلس اداره الزمالك دايما بيطلع ببيانات محترمه. تمام. وكل الصوت العالي وكل الناس معناها ان الزمالك اتظلم يا فندم. كل الناس في الاخر محترمه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون اهدى وافضل. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ ابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك. والحقيقه ردا على هذا الموضوع، انا برضو كنت في يوم من الايام في اتحاد الكوره، عمر ما حد في اتحاد الكوره هيظلم اهلي ولا زمالك ولا المهندس احمد مجاهد كمان. انا قعدت معاه واعرف فكره جيدا، وفي الاخر كل واحد بياخد قرار، كل واحد احيانا بيحس ان هو مظلوم. ما يخص موضوع التحكيم، انا الحقيقه شايف التحكيم ملوش علاقه، حتى لو جهاد اخطا امبارح، حتى لو ده اخطا، حتى لو تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. دعم اتحاد الكوره للحكم المصري هو شيء الحقيقه رائع. انا شايف اتحاد الكوره يعني اداؤه الفتره دي اداء جيد جدا. انا شايف اتحاد الكوره يوجه دعوه لمسؤولي الزمالك او اللجنه الحاليه يقعدوا اي قعده، دي مش ما اسمهاش قعده عرب، دي اسمها قعده
توضيح وجهات النظر اتحاد الكوره هو الاب الشرعي للكوره المصريه، وان حد يروح هناك الامور سهله جدا، والحقيقه المهندس احمد والمجموعه اللي موجوده بتدير بشكل جيد، ايضا نادي زمالك الاداره الحقيقه محترمه جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تخلص على خير. نطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. نرجع تاني للدكتور محمد اسامه المسؤول عن جهاز طبي لنادي الزمالك. دكتور محمد مساء الخير. ازيك يا دكتور اسامه، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يا رب دايما تشرف بوجودك. انا اتشرف بحضرتك يا دكتور. اجابات بقى تطمن جمهور الزمالك سريعا على محمد عبد الشافي وابو جبل، ممكن تطمنا عليهم؟ محمد عبد الشافي الحمد لله يمكن لسه اول حد حضرتك يعرف هو مسحته سلبيه. الحمد لله. وعرضه تماما وهو ان شاء الله بكره هيبقى في التمرين باذن الله. الحمد لله. ثانية انا بحب اعمل، انا دايما يعني ليا كده حاجة ما بحبش اغيرها، بكره اعمل مسحة تأكيدية تاني. ان انا زي ما حضرتك كذا مرة الموضوع ده موضوع عام كده ومبهم، فانا بحب امشي صح. الحمد لله. ابو جبل يا فندم. ابو جبل هي ابو جبل بكره يعمل اول مسحة ان شاء الله، لو طلعت سلبية ان شاء الله هيبقى كده زي ما معكوش مفيش اعراض الحمد لله. يا رب دايما. اصابة جنش. إصابة جنش بس هو كان عنده آلام شديدة في ظهره، بصراحة هو كان بيشتكي من قبل الماتش اللي فات اللي هو ماتش المقاولين. اشتغلنا معاه، هو حاول يعني لعب الماتش ما كانش 100% بصراحة. وبعدين بعد الماتش الآلام زاد عليه شوية. واتفقنا إحنا نريح عليه مستر كايترون، وهو الحمد لله دلوقتي بيتحسن وإن شاء الله بكرة أبص عليه تاني. عبد الله جمعة يا فندم. عبد الله جمعة عنده جلسة رباط التأهيلي ولازم الاستميت التايم مبدئيا من الأسبوع الخامس يعني. هو شغال كويس دلوقتي وإن شاء الله برضه بكرة أبص عليه وأعمل له تيست كده ونشوف الدنيا أخبارها إيه. يا رب نطمن دايما ودايما بالسلامة كده، ودايما الجهاز الطبي الحقيقة متألق لنادي الزمالك. عندي متشكر يا حضرتك جدا، ربنا يخليك. أتشرف بحضرتك ودايما يا رب الصحة كده للفريق كله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، واحد الحقيقه من الشخصيات المحترمه جدا في هذا المجال. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. عايز اقول لكم حاجه مهمه، هنقعد نتكلم ونقول ضغط المباريات اكيد مباراه مضغوطه بشكل كبير، ولكن نصيحتي للاعبين للاجهزه الفنيه اطلع من الشماعه دي، اطلع من شماعة ضغط المباريات، اطلع بالنسبة كمان الفرق الكبيرة اللي زي الزمالك والأهلي. الزمالك عنده فريق وعنده فريق تاني وبيقدم كورة جيدة، الأهلي عنده ضغط المباريات، الأهلي عنده فريقين ومجموعة تانية كمان تقدر تلعب أي مباراة. قدامنا هو لو الشناوي مش موجود، علي لطفي موجود، مصطفى شوبير موجود، محمد هاني وأحمد بيكهام، علي معلول ومحمود وحيد وأحمد كوكا، بدر بنون وياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، رامي ربيعه، عمرو السليه وديانجو، اكرم توفيق وحمدي فتحي، كل دول في نص الملعب، حسين الشحات في الجناح اليمين ومعاه وليد سليمان. اختار زي ما انت عايز، جونيور اجاي، طاهر محمد طاهر وكهربا، ناصر ماهر وقفشه، الهجوم مروان محسن ومحمد شريف وبواليا وصلاح محسن، اختار زي ما انت عايز. ولسه كمان عندك لعيبة تغير أماكنها وعندك لعيبة تحطها في أماكن تانية. شماعة إن ضغط المباريات فاللعيب يحس إن هو الأمور بالنسبة له عادية أو الأمور بالنسبة له مش مشكلة مكسب وخسارة، ده لازم ما يكونش موجود. مفيش شماعات، الفرقة دي عندها فرقة واثنين وثلاثة. أتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونشوف يا رب دايما دوري قوي، لأن الدوري المصري حقيقي دوري قوي جدا جدا جدا. بشكركم شكرا جزيلا، بكرة إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد حلقة جديدة مع الكابتن أحمد شوبير. أشوفكم على ألف خير.